بالعودة إلى خبر استضافة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤتمراً دولياً لجمع الأموال من أجل سوريا، تنضم إلينا من بروكسل أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلاً بك سيدة أديل. في اليوم الختامي للمؤتمر، ما هي ملاحظاتك على صعيد استعداد الدول لتقديم المساعدة للسوريين؟ شكرا جزيلا للاستضافة. أنا هنا ممثلة ليونيسيف وهي وكالة معنية بالأطفال، وتركيزنا هو الضمان أن صوت الأطفال يسمع في هذا المنتدى اليوم. هناك نصف سكان سوريا من فئة الصغار في العمر، ونحن قلقون بشأن الأزمة الجارية هناك بالإضافة إلى الزلزال وما سيكون تأثير ذلك على الأطفال، ونحن قلقون أيضا بشأن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال بالإضافة إلى عدد الأطفال الذين تسربوا من المدارس، وأيضا حماية الأطفال لتجنب استغلالهم سواء في سوق العمل وهم صغار في العمر، أو الفتيات الصغار اللواتي يجبرن على الزواج. هناك أكثر من 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، ونحن بالتالي من خلال هذا الاجتماع نتطلع إلى التأكيد على أن كل الدول تستمر في تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة والتعافي المبكرة، وأننا قادرون على الوصول إلى كل طفل في سوريا أينما كانوا. نحن نأمل أن التعهدات التي تمت اليوم من الاتحاد الأوروبي والتي ستبلغ 1.6 مليار دولار هذا العام أن تتم، ونأمل أن نستمع إلى المزيد من التعهدات من دول أخرى مشاركة في هذا المؤتمر أن تتم. طبعا الأهم من التعهدات هو التنفيذ، وأنتم يعني كما تقولين تريدون الوصول إلى كل طفل في سوريا. ما هي العوائق التي تواجه تحقيق هذا الهدف؟ نحن لدينا مكاتب داخل سوريا، كما أن لدينا أيضا مكتب في غازي عنتاب وهو يتعامل مع قضايا الحدودية، ونأمل أن يكون هناك تجديد في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بعبور الحدود، ونحن ممنونون حقا للموافقة السياسية لفتح أكثر من معبر واحد إلى المنطقة الشمالية وأيضا مناطق العمل في سوريا. لذلك هذا سوف يكون من شأنه تسهيل الوصول إلى الأطفال أينما كانوا. إذا ندعو في هذا المجال أن يكون هناك سبيل الوصول إلى الأطفال بدون أي شروط، سواء تعلق هذا بالمنطقة الحدودية أو المعابر، لكي نصل إلى كل الأطفال أينما كانوا. شكرا جزيلا لك أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدثينا من بروكسل.